احنا اتكلمنا عن اول خسوف واول كسوف. الخسوف دايما بيبقى مرتبط بالقمر والكسوف مرتبط بالشمس، يعني بنقول خسوف القمر وكسوف الشمس. في بيحصل مرتين، يعني في الغالب في معظم الاوقات بيحصل ده مرتين في السنة، بيحصل الخسوف مرتين والكسوف مرتين. فالخسوف التاني للقمر هيحصل يوم 18 سبتمبر، وهيكون خسوف جزئي للقمر، وهيحصل يوم 15 من ربيع أول. الخسوف هيكون في برج الحوت، وأشوف أنه الوضع الفلكي في الوقت ده ينبئ بأنه يحصل قتال في شمال أفريقيا أو في الشرق الأوسط، ويبقى في قتال في نفس الوقت مشتد بين روسيا وأوكرانيا، وممكن في الوقت ده كمان تنتشر أمراض ممكن تصيب الكبد، والله أعلم. الكسوف بقى اللي بعده بيجي بعده بأسبوعين، كسوف الشمس هيكون كسوف حلقي، يعني الشمس بتبقى اسمها حلقة النار، الشمس بتبقى مظلمة في النص وحواليها زي دايرة من النار، ده اسمه كسوف الشمس الحلقي، وبيحصل يوم 2 أكتوبر. وفي الشهر العربي هيكون ده يوم 29 ربيع أول. وكسوف الشمس هيحصل في برج الميزان، وبينبئ بانتصار، ده يعني في شيء كويس انه هيكون في انتصار لدولة المغرب، وفي نفس الوقت هيكون في اشتعال لعنف ممكن في السودان، ممكن يبقى في أزمات في الولايات المتحدة الأمريكية وكمان في إنجلترا، ووارد انه يكون في انتشار لوباء بيصيب الماشية في الوقت ده. يعني دي أخطر الأيام اللي أقدر أقول إنها يعني ممكن يحصل فيها أحداث عنيفة أو خطيرة. لكن برضو من الحاجات اللي بتسأل عنها كتير، هل وباء كورونا مستمر؟ هل هتظهر أوبئة أخرى في السنة الجديدة في 2024؟ فبشوف بما انه السنة قمرية زي ما قلت قبل كده، وبتبدأ وهي قمرية عشان بتبدأ بيوم الاثنين، ويوم الاثنين ده يوم القمر، وبالتالي هي السنة نقول عليها سنة قمرية. ومن خصائص السنة دي في كتب القدماء بتقول انه السنة القمرية الناس ممكن تصاب بأمراض في الصدر، يعني يبقى في عندهم وجع في أوجاع في الصدر، يعني أمراض صدرية، ويبقى في حمى كتير، يعني ارتفاع في درجة الحرارة، وبالتالي يعني الأعراض دي نقدر نقول إنها تتطبق على فيروس كورونا أو المتحورات بقى اللي بتظهر لفيروس كورونا. فيعني من كتب القدماء وخصائص السنة القمرية أتوقع أنه يعني فيروس كورونا مستمر في التحور خلال السنة الجديدة. وزي ما قلت في تاريخ 2 أكتوبر كمان الكتب بتقول أنه ممكن ينتشر وباء يصيب الماشية، ده في آخر السنة في 2 أكتوبر. وبرده ده بالنسبة للحاجات اللي بتصيب الماشية، لكن كان في حاجة برضو أنا قلتها بالنسبة للكبد، إنه يعني في يوم 18 سبتمبر برضو ممكن يبقى في أمراض بتصيب الكبد في فترة الخسوف اللي حاصل يوم 18 سبتمبر، فدي تكون أمراض بتصيب الكبد، وبرضو طبعا الله أعلم. يعني أتمنى كنت أقول حاجات أحسن من كده، بس هي دي إحنا بنتكلم عن أخطر الأيام، بس نحاول نكون يقظين يعني بالتفكير الإيجابي وبالتصرفات الإيجابية ممكن نحول أي مخاطر لإيجابيات إن شاء الله.